بعض الأمور بشكل واضح، وأنا لي موقف يعني معلن في هذه المسألة. نعم تفضل. أولا فيما يتعلق بالراتب، الراتب حق، ليس مني من أحد، وليس من حق أحد أن يقطعه ولا عن قطاع غزة. والراتب في قطاع غزة استحقاقه أعلى من حتى في الضفة الغربية، وإذا كان هناك أزمة مالية، يعني تحديث عن أزمة مالية، فليقتطعوا من الضفة الغربية مش من قطاع غزة. نعم. لأنه هناك الاستحقاق أعلى والأزمة أكبر والوضع كتير أصعب، هذا من ناحية العملية. وبالتالي ما في مجال للمناورة في هذه المسألة، لا سياسية ولا حتى الأشخاص، حتى يعني حد بده يرضي فلان وحد بده يرضي علتان، والناس يعني ترضى عن تصريحاتهم. أنا بالنسبة لي أقول بشكل واضح، هذا حق وليس مني من أحد، ويجب أن لا يخضع لأي قياسات سياسية. وأما في البعد الآخر، هناك نوعين من النشاط في الضفة الغربية فيما يتعلق بالتظاهرات. في تظاهرات كانت معدة، هي تظاهرات ضد الانقسام، وتعلن موقف أنه يجب أن نذهب فورا إلى وحدة وطنية وإلى إنهاء هذا الانقسام، وبالتالي تسجل كثير من المواقف على التعطيل الذي حصل في عملية المصالحة، وخاصة عدم تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها وعملها في قطاع غزة. هذا الجزء. الجزء الثاني، كانت هناك مسيرات من فعاليات فلسطينية متعلقة في الإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة. أصدر بيان من مسؤولين محددين في السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف هذه المظاهرات في فترة العيد. أنا شخصيا أريد للناس أن يفرحوا في العيد. نعم. إحنا ماو تسي تونغ كان في عز المواجهات يتيح للناس مساحة للفرحة يعني للتخلص من بعض الألم. أنا أقول، وحتى في قطاع غزة، إذا ذهبنا إلى الصلاة على 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 الحدود فلنذهب للصلاة على الحدود، يعني نجعلها يوم للصلاة على الحدود والمواجهات. لا نريد يعني في هذا اليوم شهداء وألم وجرحى بالمعنى الحقيقي، ولكن مسيرة العودة خيار استراتيجي لا تراجع عنه، فليستمر. ولكن العيد هي فسحة، لنعطي الناس فسحة في العيد، هذه الفسحة تمكن الناس من التقاط أنفاسها، التنفس لربما، لتفرح والتقاط أنفاسها. أما أن التظاهر كالراتب، التظاهر حق للمواطن الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. المشكلة أنه في الضفة الغربية يستطيع الناس أن يتظاهروا ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وأن ينتقدوا السلطة الوطنية الفلسطينية. وأنا من الناس الذين دافعوا كثير عن مواقف حركة حماس، وكنت يعني من الناس الذين قاتلوا من أجل نجاح الحوار ونجاح المصالحة، وذهبت إلى قطر مع رفاق إلي وأكثر إلى أكثر من مكان. ولكني أنصح أبو عمر، الأخ موسى أبو مرزوق، أن هذا النوع من التصريحات هذا ليس توتيري، هذه تصريحات خطرة تتعلق لا يمكن لشعب أن يحقق الانتصار دون أن يحقق الوحدة الوطنية. هذه التصريحات تمنع الوحدة الوطنية وتعطل الوحدة الوطنية. نعم.